السلام عليكم. في سؤال آخر يقول الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما تفسير هذه الآية الكريمة، وما المقصود بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه الآية في غزوة بدر، حين التقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالمشركين من غير موعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه يريد أخذ العير القادمة من الشام لقريش الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وسلبوهم حقوقهم وظلموهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتصر للمسلمين من هؤلاء الظلمة، وأن يأخذوا هذه البضائع القادمة لأعداء الله ورسوله الذين في مكة وظلموا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم. ولكن الله أراد غير ذلك، أراد أن يلتقي المسلمون والكفار وأن تحصل المعركة وينتصر الإسلام على الكفار. وأما العير فإنها نجت، لأن قائدها أبا سفيان ذهب بها مع طريق آخر من طريق الساحل. فهذا هو معنى قوله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة، ويعني قريش، كفار قريش، بالعدوة القصوى. والعدوتان في بدر، اسم موضعين في بدر. والركب أسفل منكم، أي العير ذهبت مع طريق آخر ولم تلتقي بالمسلمين وسلمت. نعم.